مشاهدينا مهم جدا يكون مكان عملنا مريح سواء بالإضاءة أو حتى بالعناصر الهندسية اللي بتشكل الديكور الداخلي بالمكان، ومهم أيضا يكون هذا الديكور على الموضة ومواكب للحداثة. كرمال هيك خصصنا فقرتنا الحالية بالديكور لنحكي عن موضة 2020 بديكورات المكاتب والعيادات، ففي كتير معايير لازم تكون متبعة بالعيادات، إن كان من السلامة الصحية، إن كان من الراحة النفسية للمريض، وإن كان كمان من سهولة الحركة داخل هالعيادة. رح تخبرنا تفاصيل مهندسة الديكور الأستاذة علا شاهين. صباح الخير. صباح الفل. صباحك أستاذة علا، وأهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبداية قبل ما نفوت بفقرتنا ناخد منك الخطوط العريضة لـ 2020. أول شيء صباح الخير. صباح النور. 2020 عام جديد بلش علينا، بس نحن بنفس الوقت عنا قواعد وأسس متبعة منحاول ما نطلع عنها، ولكن منعدل عليها. تمام، منعدل عليها، منضيف لون، منغير بهي. هلأ بشكل عام لحتى أصمم مكتب أنا مفروض أني أعطيه جدية لهذا المكان، أعطيه شوية فخامة، لهيك بحاول أخذ الخطوط المستقيمة، الخطوط المتعامدة، الخطوط المتقاطعة. أما بالنسبة للعيادات والمراكز الصحية، أنا لا، بدي أحس براحة نفسية، بدي أعطي طمأنينة لهذا المكان، فأنا بتبع الخطوط اللينة، الخطوط المنحنية. وبشكل عام كل مكان له ألوان اللي بتعطي رمزية أو بتعطي إحساس لهذا المكان، تختلف عن بعض. تماماً، تختلف عن بعض. خلينا نروح للمكاتب بالجزء الأول، وبعدين بعد شوي بنحكي عن العيادات. المكاتب كمان بتختلف حسب الوظيفة التشغيلية يلي بيشتغلها صاحب المكتب. أكيد. مثلاً مكتب محامي غير مكتب المهندس، غير مكتب مثلاً العلاقات العامة أو الدعاية والإعلان، غير مكتب الديكور أو مهندس الديكور والفنان. كيف نحن منستوحي الثيم العام للمكتب؟ أنتوا كمهندسين ديكور محترفين كيف بتفكروا مع الزبون شلون بدي أعمل له مكتب؟ تمام. أول شيء مثل ما حكيت حضرتك، أنا لازم أفهم طبيعة العمل اللي عم تصير بهذا المكان. غالباً المكاتب والشركات هي مكان بيقضي فيه المستخدم وقت طويل وفترة طويلة، فهذا الشيء رح يأثر على نفسيته، وبالنهاية رح يأثر على إنتاجيته بهذا المكان. لهيك أنا المفروض كل مكان يلحقه ثيم معين. هذا السيم هلا، او مثلا فيني اتبع لموضوع اني التزم بتراتبيه او هرميه بالتصميم، يعني انا هاي العناصر حاعطي الاهم ثم الادنى فالادنى. تمام، فالاقل اهميه. مثلا انا بقدر اخلق عنصر محوري او فوكال بوينت بهذا الفراغ. هذا الفوكال بوينت ممكن يكون تابع لمضمون هذا المكتب، يعني اذا مكتب محامي فانا عندي مثلا اول شيء بيخطر على بال الواحد الميزان، ميزان العدالة، المطرقة مثلاً. مطرقة مثلاً، تمام. ممكن اتناقش مع الزبون، شوف هو شو اللي بيحب، منحور فيه، منجرد فيه، منعمله فوكل بوينت، بيقدر الزائر اللي حيجي على هذا المكان يضل متذكر هذا الشيء وعلقان بذهنه لحتى يغادر المكان. حلو. طيب هلا نحن وياك هلا عم نشوف على الشاشه المكاتب والعيادات. هلا العيادات مرقت، هلا المكاتب عم نشوف كيف بيكون تصميمها. طبعا كيف نحن بناخذ بعين الاعتبار العناصر الهندسيه المستخدمه؟ قلتي في شيء مهم، في شيء اهم، او في شيء اقل هيك بالتدريج. خلينا نبلش نحكي عن العنصر الاهم لحتى ننتقل للعناصر الادنى نوعا ما. هلا العنصر الاكثر تاثيرا بهيك مكان هو غالبا مواد الاكساء او الالوان. انا بمكان العمل بحاول اعطي طابع الرمزيه، طابع الجديه، طابع الفخامه. لهيك بنلاقي انه اغلب الاماكن خشب، الالوان درجات الخشب الغامقه، ممكن ادخل الرخام القاسي، الفخم، الجلد. تمام. هلا الجلد بالمشروع فيكي تشرحي منه استاذه علا. هون عندنا درجات الشوكولا، درجات القهوه من الا، هون درجات الحياديه كمان. هلا غالبا بمكان المدير أنا شوي يعني بتفرق، أنت لما بتصممي مكتب المدير عن لما بتتجه لتصميم فراغ العمل تبع الموظفين. مكتب المدير غالبا بيكون أكثر جدية، أكثر تقل. فراغ العمل تبع الموظفين غالبا حيادي، ولكن فيه شيء إن كان باللون أو بعنصر إنارة، هذا الشيء بحفز على العمل، يعني شوي لازم يكون حيوي. تماما. لازم يكون حيوي، يعني مثلا ممكن ناخذ درجات الرماديات، درجات البيج الأبيض. أوكي. بس دخل لون الأخضر، الأخضر، الأصفر بقوة، هي ألوان الطبيعة اللي بتعطي الحيوية، بتعطي النشاط. تمام. طيب إذا أنا بدي روح للعيادات، العيادة فيها غرفة معينة، فيها غرفة انتظار، فيها ممكن مكتب سكرتاريا، شو ممكن يكون الثيم العام للعيادة؟ ليش منشوف العيادات نحن أبيض؟ معظم عياداتنا أبيض، دكتور الأسنان، دكتور داخلية، صدرية، وين ما رحنا
ابيض العياده ليه؟ مزبوط، الابيض لانه لون بيعطي سلام، بيعطي نقاء، بيعطي نظافه، ما فينا نستغني عنه بالعياده، ما فينا نجي نحط اللون الاحمر الاورنج بعياده ما حتتقبله، ممكن هذا الشيء يدخل بعياده اطفال، اوكي ممكن ندخل الالوان القويه الالوان رسوم كرتونيه تمام، رسوم كرتونيه جداريه، ممكن اوقات تدخل بقطع، هلا اذا بتقطع الصور في قطع ممكن سرير المريض او سرير الطفل يكون هو بحد ذاته قطعه كرتون، هلا هذا الشيء بيرجع لجرأة الطبيب حيقبل هذا الشيء بمركزه او لا. اما مثل ما حكيت حضرتك الالوان الابيض الازرق لانه هي الالوان هي اللي بتعطي شعور بالطمانينه بالراحه، يعني هذا مكان عم يزوره المريض المفروض من اللحظه اللي بفوت فيها للحظه اللي بيطلع فيها هو يكون رايق رايق مرتاح. حتى الاضاءه، انا مثلا اضاءه المكان الانتظار ومكان السكرتاريه حتكون اضاءه هاديه خافته، معنا مباشره معنا مزعجه، ما بتعطي شوف العيادات الاطفال تمام، شوف الالوان اللي قلتيها الوان جريئه، شوفي السرير هون سمكة. بصير الطفل يتقاتل مع اهله انه بده بدي يروح على الدكتور تماما، ايه انه خلص ما عاد في عنده خوف. هون كمان عنا ديكورات هلا هون عم نشوف انه باز، هدول الشغلات يلي ممكن نحن نلعب عليها مشان وقت الطفل يزور هذا المكان ما يكون في عنده خوف تماماً. دائما يكون في شيء عنصر جذب اذا فينا نقول لحتى هو دائما يقدر يروح على هذا المكان ما يكون في عنده تخوف ويبعد عنه. طيب الاضاءه بالمكاتب العاديه بمكاتب الموظفين كيف لازم تكون؟ نحن شو الشيء لازم ناخذه؟ اضاءه بيضاء صفراء او لا نحن فينا نعدل على الاثنين؟ في عند الاجتماعات لازم يكون في إضاءة معينة ولا لا نحن إضاءة بنختارها حسب بقى رغبة كل شخص؟ لا هلا في قواعد مثل كل شيء، في قواعد وفي احيانا شوي بناخذ ذوق الزبون شو هو بحب. القواعد انه انا بمكان العمل او بفراغ الموظفين المفروض تكون الاضاءه كثير واضحه ومباشره، بنعتمد الاضاءه الطبيعيه، الستائر بتكون خفيفه نوعا ما لحتى تقدر تدخل هي الاضاءه الطبيعيه استفيد منها قدر المستطاع، اضافه لاناره موزعه بشكل متساوي. اما بفراغ الاجتماعات هو فراغ فيه شويه جديه شويه رسميه، انا بدي العب شوي بالاضاءه، ممكن نعمل ديكورات إضاءة مخفية مو إضاءة مباشرة، خصوصي إنه هاي الإضاءة ممكن تنطفى لما بصير في اجتماع أو عرض على البروجيكتور أو شيء على الشاشة، فهذا بده يكون مدروس كثير تمام. أخذ بعين الاعتبار إضاءة المكتب المدير كثير ممكن تكون متنوعة بين إضاءة مباشرة أو إضاءة غير مباشرة، إضاءة موجهة، إضاءة مخفية إن كان وراء المكتب، ممكن نعمل ديكورات بالرخام. هلا الرخام في أنواع ممكن تكون هي بتتحمل إنه تعكس هاي الإضاءة أو تشفها. والموظفين العاديين كيف ممكن نحن نختار لهم الإضاءة اللي ممكن تناسب ساعات العمل الطويلة وتكون مريحة بنفس الوقت؟ تمام مثل ما قلت لك، هي أهم شيء إنه يكون في إضاءة طبيعية، إضاءة الموزعة المنتشرة بشكل إضاءة صناعية حتكون موزعة بشكل متساوي أكيد، بس بدنا نستفيد قدر المستطاع من الإضاءة الطبيعية لأنه هي كمان حتعطيه طاقة لهذا الموظف. صح، عم يقضي 8 ساعات بمكان عمله، مفروض يشوف كان الشمس بمكتب مشترك والله مفروض يشوف الشمس وبقوة كمان هذا الموظف. يعني ما فينا نحطه بمكان مغلق هو ما حيرتاح، لو كانت اضاءته متساويه نفسيا ما حيحس براحه تماما. طيب خلينا نحكي عن عنصر مهم كمان، اليوم في كثير ناس ببالغوا بمكاتبهم، يمكن ما بيصدقوا امتى يصير عندهم مكتب ليحطوا شو بيخطر على بالهم، تحف واثريات وصور على الحيطان، وكمان وين ما مشي الشخص ممكن يتفركش، يكون في اكسسوار ويكون في قطعه طاوله او كنبه، مزبوط احنا نعجقها؟ كثير غلط هذا الشيء، غلط اول شيء للزائر يلي رح يجي لعندك، وغلط حتى لو مستخدم هذا المكان هو مع الوقت حيمل وحيدي خلقه ما حيحس بالراحه بهذا المكان. والتنظيف قد ايه بده تنظيف؟ تماما، التنظيف هي حكايه ثانيه. هلا بالنسبه للشخص الزائر، انا اجيت على مكان معجوق، شو استفدت اني انا شفت هذا الكمل؟ ها انا ماني جايه على متحف. مثل ما حكينا موضوع التراتبيه او الهرميه بالتصميم هو هلا يعني هو الشيء الحديث اللي عم يتبع، اني انا احط نقطه انا بكفيني مثلا بقلب هذا الجدار ان كان ابليك او تريا بهذا المكتب رح تلفت نظري وتبقى بذاكرتي وخلاص، وما تبقى من عناصر تشكيليه هي تابعه لهذا العنصر. تابعة ومكملة، ما بصير تكون مشوشة، يعني في كثير فرق بين انها تكون مشوشة لهذا العنصر او تابعة له. طيب خلينا ناخذ منك نصائح اخيرة لكل الاشخاص يلي عم يحضرونا وخاصة الاشخاص المقبلين لحتى مثلا يعملوا مكاتب، يصمموا من حيث الديكور، الاكسسوار، المواد الموجودة، الاضاءة، الستائر، يعني كل هدول القصص يلي ممكن نحن نقدم له فيها نصيحة.
تكاملية الفراغ باختصار، تكاملية الفراغ كل شيء لازم يكمل بعضه. يعني مثل ما حكيت حضرتك من شوي انه في عالم بتحب الالوان البيضاء وفي عالم بتحب الالوان الصفراء، طب انا لما بدي اخذ الجو الاصفر او هذا كله بيتبعه الاكسسوارات لازم تلحق فيها، الجلد لون الجلد درجة الجلد، ما فيني غمق المكتب كله، اختار درجات الرخام غامقة، الخشب غامقة، الحجر غامق، الجلد غامق، هذا الشيء ما عاد بقى مريح، فتت على غرفة تعذيب هيك تماما تختنق جوا. فانه لا انا بختار الوان مريحه بس بنفس الوقت الوان فخمه. وهلا في قواعد، هي تفاصيل بقى بتبقى، مثلا انا مكان العمل المفروض يكون له عزل شوي عن الضوضاء الارضيه، باركيه او موكيت ما تطلع كثير اصوات مشان ما يصير تشويش على الموظفين. تمام، ما ضل غير نتشكرك كثير لوجودك معنا، يسعد صباحك، ونتمنى الكل هيك من المشاهدين الله يرزقه مكتبه الخاص ان شاء الله، امين، ومكان عمله الخاص. شكرا كثير، شكرا، 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 يعطيك العافيه.